مباراة مهمة جدا الحقيقة مع فيتا كلاب، فيتا كلاب الكونغولي، مباراة صعبة زي ما قلت لحضراتكم. وخدوا بال حضراتكم دوري ابطال افريقيا بيمثل اهميه كبيره جدا جدا لحضراتكم كجمهور وللاعيبه النادي الاهلي وللجهاز الفني والمجلس الاداره، كل من ينتمي للنادي الاهلي هذه البطوله تمثل شيء كبير جدا جدا جدا. خلينا طبعا بقالنا كتير ما خدناش هذه البطوله، احنا بالنسبه لنا 3 4 سنين ده كتير بالنسبه لنا كاهلاويه، من 2013 ل 2019 ست سنين ما خدناش البطوله، كتير بالنسبه لنا كتير، مع ان احنا وصلنا نهائي مرتين ولا مش عارف ثلاث مرات، لكن مرتين، لكن في النهايه ان احنا نوصل للنهائي وما ناخدش البطوله ده بالنسبه لنا هزيمه. فعشان كده بقول لحضراتكم مباراه صعبه، مباراه مهمه، ولكنها في النهايه هي مباراه يستطيع كل لعيبه النادي الاهلي وكل الجهاز الفني ان هم يقولوا لمصر كلها وللعالم وافريقيا كلها ان احنا قادرين ان احنا نفوز بهذه البطوله. خلينا نطلع نشوف تقرير عن